حلقتنا النهارده حلقه جديده وبرنامجكم انا الوطن. عندنا ملفات كتير هنتكلم فيها، هنتكلم عن توجهات الدوله المصريه، توسيع الرقعه الزراعيه والعمرانيه، وكمان هنعرض مطالب للمواطنين بخصوص اشتراطات الاسكان الاجتماعي، مطالب مهمه جدا وهي او اقتراحات مهمه جدا احنا شايفين ان هي ممكن بالفعل هتبقى اضافه. كمان هنواصل كشف حقيقه الوضع والمسؤول عنه في مدينه حدائق الاهرام، الملف اللي احنا تبنيناه واستجابت لنا الحكومه في الجزء اللي طرحناه، والنهارده هنطرح جزء جديد ان شاء الله يلاقي الاستجابه، خاصه المنطقه احنا بنتكلم عنها لانها منطقه مميزه هتبقى هي واجهه سياحيه لمصر لانها مقابله لاهرامات الجيزه. كمان النهارده عندنا حوار مهم جدا عندنا يشغل عقل وتفكير كل اسره مصريه، التعليم وتطوير نظم التعليم الى اين وصلنا، وبخصوص يعني بكره ان شاء الله هنبدا امتحانات الصف الاول الثانوي، الامتحان التجريبي الجديد، وكمان هنتكلم عن نظام الثانوي العام الجديد، وهنتطرق لكل ما يخص التعليم، وخاصه معنا ضيف النهارده ضيف عزيز احد الخبراء في نظم التعليم، وهو الاستاذ الدكتور محمد كمال استاذ القيم والاخلاق بجامعه كفر الشيخ، واحد المهتمين بملف تطوير التعليم سواء قبل الجامعي او الجامعي. وهنتطرق كذلك لان في اسئله كتير جاتنا عن التعليم الجامعي، وهنتطرق للتعليم الجامعي مع ضيفنا. هنبدا النهارده في الاول، يعني احنا حقيقي من بين كتير من الاخبار اللي تم الاعلان عنها الاسبوع اللي فات استوقفني خبر يعني اعتقد ان لم يتناوله كتير يعني او يعني ما حدش يتكلم عنه بشكل كتير ولا حتى السوشيال ميديا اهتمت بيه، رغم انه خبر بيمثل جزء كبير من مستقبل مصر خلال السنوات الجايه. الخبر تناول بدء التنفيذ الفعلي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع الرقعه الزراعيه والعمرانيه في مصر. ومجلس الوزراء برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تنفيذ الخطه اللي كانت من اهم بنودها اولا استزراع 200 الف فدان ضمن المشروع المعروف باسم ترعه الحمام في الساحل الشمالي ضمن خطه الوصول بالمساحه اللي هيتم استزراعها ان شاء الله ل 500 الف فدان. تاني حاجه بدء استزراع 10000 فدان ضمن استزراع 35 الف فدان في منطقه المحمصه، وهتطرح باقي الاراضي على المواطنين. ثلاثه البدء في استزراع 270 الف فدان في شمال ووسط سيناء وانشاء 35 تجمع عمراني وثلاث مراكز رئيسيه. اربعه البدء في طرح 25600 فدان للاستزراع السمكي في منخفضات توشكا ضمن مساحه تقدر بحوالي 135 الف فدان. خامس حاجه متابعه المشروع القومي لتبطين 7000 كيلومتر من الترع لمنع البخر وهدر المياه بالتسرب. حقيقي يمكن لو بصينا ببساطه على المشروعات دي هنلاقيها بتشتمل او بتشمل جغرافيا على ارض الواقع كل شبر في مصر، ومناطق استراتيجيه حقيقي يمكن تم اهمالها فترات طويله من زي من الساحل الشمالي لجنوب مصر لسيناء. كمان مشروعات بتركز على الامن الغذائي للمصريين سواء مشروعات زراعيه او سمكيه، وهتقوم عليها العديد من الصناعات الغذائيه فيها، وكمان هتقوم فيها مشروعات كمان فيها انشاء مجتمعات عمرانيه خصوصا في سيناء. يعني ببساطه مصر بتبني بالفعل المستقبل وبخطوات مسرعه، وهنلاقي مساحه الارض اللي تم استزراعها خلال 10 سنين ان شاء الله هتفوق ما تم خلال ال 50 سنه السابقه. وكمان التعمير والمدن الجديده والطرق بتوضح انه ما بيبقاش في شبر واحد من ارض مصر بعيد عن التنميه في مختلف انواعها. حقيقي كل التحيه والتقدير لمن يوجه ومن يخطط ومن ينفذ، انهم رجال مصر الشرفاء. حقيقي خبر مهم او تقرير مهم جدا هذا الاسبوع، يعني اصعب شيء ان تلاقي شركه تكون مديونه، الاصعب ان هي الديون تكون قديمه من سنين تجاوز الربع قرن، والديون دي دايما بتخلي بتحرم اي شركه من تحقيق ارباح او حتى تحقق اي انجاز. الخبر بيقول النهارده ان احنا وزاره قطاع الاعمال العام بقياده معالي الوزير السيد هشام توفيق وعت هذا الامر وادركت بالكامل
المشاكل والتحديات اللي موقفة مسيرة نجاح كتير من الشركات القابضة والشركات التابعة. وزارة قطاع الأعمال العام نجحت في تسوية مديونيات تاريخية على الشركات التابعة للوزارة بحوالي 33 مليار جنيه بعد تراكم المديونيات دي لأكثر من ربع قرن، يعني 25 سنة. الوزارة بدأت في الخطوة الجريئة دي لثقتها في الأثر الإيجابي للتسويات دي على الهياكل المالية للشركات المدينة وكمان الشركات الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها. وحقيقي ده ليه دور كبير جدا في رفع الكفاءة الإنتاج وكمان فض التشابكات المالية المعلقة بين جهات حكومية، مديونات للكهرباء، مديونات للبترول، مديونات، يعني بتبقى الدنيا مشبكة كده في بعض. تلاقي مثلا شركة البترول لها فلوس عند شركات مثلا قطاع الأعمال وتقدرش ما تديهاش غاز أحسن تقف مش عارف إيه، فتلاقي الدنيا ملخبطة. فعشان كده ده أدى لتراكم طبعا كده. طبعا بيساعد كمان في خفض الدين العام حيمكن خطة التسويات اعتمدت على حصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة وتوابعها وحسن استغلال هذه الأراضي غير المدرجة في مشروعات التطوير. احنا عارفين ان موضوع التطوير بيتم في من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للشركات عشان نجيب فلوس ونطور، وده شيء محترم. الأراضي دي اللي تم التسوية غير مدرجة بقى في الجداول دي.